ماشي بالسيارة بسرعة 180، سمعت صوت الشرطة بالسيارة المسرعين، كانوا بحاولوا يطلعوا عني عشان يمسكوني، بس مطور 3000 مش رح يلحقوني. شوارع رفيدية كلها بتشهدني، كل الناس لما تشوفني سلامات بتضرب لي، كواشيك بتنحرق لي كل يوم بنغيرها، مصاري طفرانين بالمزاحة رندبرها. درفت بالنسبة لي مش زعرني وشطارة، درفت بده خلطة من شوية فن ومهارة. جربنا المرسيدس جربنا الباسات، سكنا الامبريزا وحرقنا البيامات، بالدفع الخلفي معلمين بالامامي محترفين، من الغيار الاول للرابع باخذ معي 3 ثواني. اسمع صوت التيربو وعلق معاي بوعدك انك مش راح تنساني. اسمع صوت التشحيط راح تحس بانتعاش، صوت بخزك خزك زي اطلاق الام 16. ارفع عند الدنك على الاول ضلك طالع، اضع صاجي مع راعش واحرق اخت الشارع. من المطار 25 لمطار 30، كل دعسه بتشفط لك 50 شكل بنزين. ردك على الغيار حط الاجل على الدعسه، سيارتك ناقصها نيتروجين على الكمسه. لما انزل على الشارع اسمع صوت التصفير، لانه ابو السيستم نزل تعال شوف الكبير. مش زي بعض الناس اللي بجيب سيارات بينزلها على الارض بيركب لها جنطات، بيعبي القزاز طبع مع شويه شعارات، والسياره بتضلها عرباي زي ما هي. نافش حاله زي ديك على 900 سي سي. انت عارف اسمي يا زن عبد الحليم، لما ادخل على الجوله راح اقلبها جحيم. صوت الكواشيك عندي احلى طرانيم، كتير انسبيت وحكوا عني حقير، بس انا مش سامعهم من صوت المكفير. سماعات جي بي ال مع وحدي بيونير، كواشيكي على الارض من حمها بتحفر، بلدية وراي بالزفت ترجع تطمر، كل الشرطة زهقت مني وبطل حدا يصبر. اسمع صوت التشحيط راح تحس بانتعاش، صوت بخزك خزك زي اطلاق الام 16. ارفع عند بريك على الاول ضلك طالع، اضع صاجي مع راعش واحرق اختي الشارع. من المطار 25 لمطار 30، كل دعسة بتشفط لك 50 شكل بنزين. ردك على الغيار حط الاجل على الدعسة، سيارتك ناقصها نيتروجين على الكمسة. وصلت الفكرة والشغلة صارت مفهومة، والناس اللي مش عاجبها عجانب بتضل ملمومة. انا رح ارجع كل يوم وانزل على الشارع، سيارتي صاروخ للتشحيط انا صانع، مش رح تستنوا كتير لاني قريبا راجع. اسمع صوت التشحيط راح تحس بانتعاش، صوت بخزك خزك زي اطلاق الام 16. ارفع عند بريك على الاول ضلك طالع، اضع صاجي مع راعش واحرق اختي الشارع. من مطار 25 لمطار 30، كل دعسه بتشفط لك 50 شكل بنزين. ردك على الغيار حط الاجل على الدعسه، سيارتك ناقصها نيتروجين على الكمسه. بالسيارة بسرعة 180، سمعت صوت الشرطة بالسيارة المسرعين، كانوا بحاولوا يطلعوا عني عشان يمسكوني، بس مطور 3000 مش رح يلحقوني. شوارع رفيدية جربنا المرسيدس جربنا الباسات، سكنا الامبريزا وحرقنا البيامات، بالدفع الخلفي معلمين بالامامي محترفين، من الغيار الاول للرابع باخذ معي 3 ثواني. اسمع صوت التيربو وعلق معاي بوعدك انك مش راح تنساني. اسمع صوت التشحيط راح تحس بانتعاش، صوت
بخزك خزك زي اطلاق الام 16 ارفع عند البنك على الاول ضلك طالع ايد عصاجي مع راعي الشحري بختي الشارع من المطار ال 25 لمطار ال 30 كل دعسين تشفط لك 50 شكل بنزين ردك على الغيار حط الاجر على الدعسين سيارة ضغنا كسها ميدروجين على الكمسي لما انزل على الشارع اسمع صوت التصفير لما ابو السيستم نزل تعال شوف الكبير مش زي بعض الناس اللي بيجيب سيارات بينزلها على الارض بيركب لها جنطات بيعبي القزاز تضع مع شوية شعارات والسيارة بتضلها عرباي زي ما هي ما فيش حاله زي ديك على 900 سي سي انت عارف اسمي يا زن عبد الحليم لما ادخل على الجولة رح اقلبها جحيم صوت الكواشيك عندي احلى طارميم كتير انسى بيت وحكوا عني حقير بس انا مش سامعهم من صوت المكبير سماعات جي بي ال مع وحدة بيونير كواشيكي على الارض من حمها بتحفر بلدية وراي بالزفت ترجع تطمر كل